اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان، واحشرنا في زمرة المتقين، وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما
أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم واعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لكل ما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وكلنا عونا ومعينا وحافظا ونصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم واملأ قلوبنا بمحبتك واملأ صدورنا من خشيتك وأفئدتنا من تعظيمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك أو أن نؤثر أحدا عليك. اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك. اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك. اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبغض بغيض إلينا معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين. اللهم واحفظ علينا ديننا وأعراضنا. اللهم واحفظ علينا ديننا وأعراضنا. اللهم حببنا إليك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. اللهم واجعل حبك إلينا أحب إلينا من حبنا لأنفسنا. اللهم واجعل حبك أحب إلينا من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم وأعنا على ذكرك وعلى شكرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.